يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جلست في بيت أخي ثم خرج من البيت، ثم خرج أخي من البيت فترة قصيرة، وكنت جالسا في مجلس الرجال والباب مغلق ولم أفتح، وامرأة أخي داخل البيت، فهل يجوز هذا أم هذا من الخلوة؟ يقول جلست في بيت أخي ثم خرج أخي من البيت فترة قصيرة، وكنت في مجلس الرجال والباب مغلق ولم أفتح، وامرأة أخي ما دام الباب مغلق فترة قصيرة وسيرجع فلا حرج إن شاء الله. نعم.